السلام عليكم. أعلنت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم الجمعة العثور على طفلين المفقودين بولاية تيزي وزو وهما في صحة جيدة. وجاء في بيان ذات الهيئة تم توقيف عملية البحث عن الطفلين المفقودين بعد تلقي مصالح الدرك الوطني معلومات تفيد بما كان وجود المفقودين في صحة جيدة. وكان ذات المصالح قد دخلت على الساعة 9:39 لأجل البحث عن طفلين مفقودين منذ يومين ببلدية أسوان مع دائرة مقلع بولاية تيزي وزو. وقال مقربون أن التلميذين المفقودين تم طردهما من المدرسة وتوجه إلى ولاية بيجاية في انتظار تأكيد هذه المعلومات من الجهة الرسمية.